اولا مدينه الدار البيضاء هي القطب يعني الاقتصادي الكبير في المغرب، مع كل الاسف مازال كتفتقد المشروع كبير ديال التهيئه الترابيه على مستوى الجهه ديال الدار البيضاء. الدار البيضاء اللي خصها تكون هي الرائده لا زالت متاخره في هذا المجال. الدار البيضاء مع كل الاسف فيها واحد المشاكل كبيره مرتبطه بالاستيلاء على الملك العمومي، مرتبطه بواحد العدد ديال المشاريع اللي شابتها اختلالات وفيها رشوه واللي حنا كنطالبوا، والمنتخبين ديالنا سواء على مستوى يعني الدوائر ولا على مستوى مجلس المدينه باش يكون هناك تدبير شفاف لمدينه الدار البيضاء بعيدا عن المافيات التي تعودت على تسيير هذه المدينه وتسخير الاموال الكبيره اللي كتوفر عليها مدينه الدار البيضاء من اجل يعني خدمه مصالح البعض. ويكفي ان ننظر الى المجالس وكيفاش كتنعقد، وان الناس كتجي باش ترفع ايدي باش تصوت، بعيدا عن النقاش اللي خصو يكون، بعيدا عن الديمقراطيه يعني التشاركيه اللي خصها تكون في مدينه الدار البيضاء، خصوصا مدينه الدار البيضاء فيها جمعيات، فيها واحد العدد ديال الفعاليات كبيره، اللي لو اننا في نظام ديمقراطي فيه الشفافيه وفيه كفاءات في يعني الشخصيات اللي هي يعني اليوم على راس تدبير الشان العام، كنا غادي نوصلوا مدينه الدار البيضاء الى مصاف المدن الكبرى العالميه. اذا المساله ما مرتبطه لا امراه ولا برجل، مرتبطه بالكفاءه العاليه اللي هي ما موجوداش، مرتبطه بالنزاهه الكبيره اللي هي ما موجوداش، مرتبطه بالشفافيه اللي هي ما موجوداش، ومازال عندنا نخب كتظن بانه الوصول الى مراكز القرار هو فتح الباب امام النهب.